رمضان فرصة للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وحتى لمرضى القلب فرمضان يعتبر والصيام يعتبر فرصة للسيطرة على أعراضهم وعلى حالتهم بصفة عامة، ولكن بشرط طبعا اتباع نصائح الدكتور. الصيام بيساعد في تخفيض نسبة الدهون في الجسم، في تخفيض معدلات نبض القلب، في تخفيض معدلات ضغط الدم، وذلك لأنه تقريبا بينزل ب 15% من نسبة الدم المضخ للجهاز الهضمي. أغلبية مرضى القلب المستقرين بإمكانهم الصيام برمضان، ولكن بشرط زيارة الطبيب على الأقل شهر قبل رمضان، وذلك لتعديل جرعات ومواعيد الأدوية ولتقديم بعض النصائح الغذائية. بالنسبة لأمراض الشرايين واللي هي الفئة الأغلب ما بين أمراض القلب، فبإمكانهم الصيام مدام أنه الأعراض مسيطر عليها بالأدوية، حتى لو عاملين قسطرة قلبية، حاطين دعامات، عاملين عملية قلب مفتوح قبل 6 أسابيع. بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم المستقر على الأدوية فبإمكانهم الصيام، حتى أنه ساعات بنقلل جرعات الدواء لأن الصيام بيساعد على تخفيض معدلات ضغط الدم. بالنسبة لمرضى قصور عضلة القلب الذين ليس لديهم أعراض حادة ولا يأخذون أدوية مدرة للبول خلال النهار للسيطرة على الأعراض، فبإمكانهم الصوم. من هم مرضى القلب الذين لا يمكنهم الصيام؟ هم المرضى الذين يضطرون لأخذ أنواع معينة من الأدوية بسبب أعراض قلبية. هم المرضى الذين أصيبوا بذبحة قلبية أو أزمة صدرية منذ أقل من 6 أسابيع. هم المرضى الذين لديهم قصور حاد بعضلة القلب مع أعراض حادة وشائعة. هم المرضى الذين لا يستقرون على نوع واحد من أنواع أدوية الضغط. نصائح غذائية لمرضى القلب في رمضان: عدم تناول وجبة واحدة وتفضيل 3 إلى 4 وجبات، الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف، من الخضار، من الفواكه، التقليل من الأطعمة الغنية بالأملاح، بالصوديوم وبالدهون غير الصحية، الإكثار من شرب المياه على الأقل 8 أكواب في اليوم، والتقليل من استهلاك المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي لأنها بتساعد على إضرار البول.